حللنا الثمن. بسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. انا مش عارف اقول ايه لان انا المفروض اجي اتعلم، لان انا لسه عارف بس ان الاجتماع لناس كبار وخدام كبار، فانا جاي اتعلم مش جاي اقول حاجه يعني. ومبدئيا يعني احنا ما بنقولش حاجه جديده، اللي هنقوله انتوا اكيد عارفين اكتر منه، يعني انت قدام كبار فعارفين اكتر منه، احنا بس مجرد هنحاول نربط الدنيا ببعضها. لان هو الفكرة في الموضوع احنا ازاي الصلوات الكنسية او الليتورجية بتشرح العقيدة، يعني اللي احنا بنصليه او يعني التعبير كده ما نؤمن به نصلي به. ابائنا صاغوا العقيدة في نصوص ليتورجية، فهي بس احنا ايه هنحاول يعني ايه نربط الامور ببعضها. احنا هنتكلم عن الخريستولوجية في صلاة الاعتراف الاخير للاب الكاهن. الخريستولوجية يعني كل ما يتعلق بشخص الرب يسوع. الاباء سواء النص الليتورجي او الممارسة الليتورجية او يعني اللي هو الطقس، ما عملناهوش كده وخلاص، في تاريخ، في احداث حصلت خلت الاباء يطوروا النص، الاباء يطوروا النص او يطوروا الممارسة اللي هو الطقس اللي احنا بنشوفه. الحاجات دي كلها في القرون الاولى كانت ابسط من اللي احنا بنعمله، ولكن بسبب ظهور الهرطقات، بسبب احتياج الكنيسة، بدأ يبقى فيه تطور للطقس وفيه تطور ايه للنص الليتورجي. فاحنا هنتكلم الاول عن المسيح كمقدمة، وبعد كده هندخل في نص الاعتراف الأخير للأب الكاهن. وعلى حسب الوقت لو خلصنا ماشي، ما خلصناش يبقى كملوا انتم. شخص الرب يسوع هو ملء الزمان، زي ما في رسالة غلاطيا الإصحاح الرابع يقول: ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس. المسيح من بداية الولادة بتاعته أصبح فيه حدث فارق في العالم كله، مش حدث عادي، مش بس في الناحية الخلاصية ان هو جاي يخلصنا من الخطية ويفدينا على الصليب، لا، بميلاد الرب يسوع قسم لنا الزمن، بقى عندنا في تاريخ قبل الميلاد وبعد الميلاد، فدي اول حاجة عملها، توسط الزمن. اصبح المسيح شخصية محورية، مش بس اللي بيؤمن به، مش بس اللي بيؤمن به وبعقيدة الخلاص والفداء، ولكن العالم كله، العالم كله بكل الاطياف بتاعته أصبح هو الشخصية المحورية بالنسبة له. ودي مش حاجة حديثة اليومين دول، ولكن من بداية الخليقة، من بداية الخليقة أصبح في نبوات، وبعد السقوط أصبح في نبوات كلهم منتظرين المخلص، في كلام اتكتب، في نبوة، الكل منتظر هذه الشخصية اللي هتيجي تخلص العالم كله. وهنلاقي ده واضح في النبوات الخاصة بالتجسد والفداء والميلاد المعجزي والوصف الدقيق لما سيحدث في عملية الفداء. حتى بعد التجسد كان اليهود نفسهم عمالين يفكروا مين ده؟ شخصية بالنسبة لهم شخصية محيرة، مين ده؟ زي ما هنلاقي في إنجيل معلمنا القديس يوحنا الإصحاح السادس بيقول إيه: وقالوا: أليس هذا هو يسوع ابن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه؟ فكيف يقول هذا: إني نزلت من السماء؟ علامات استفهام، هم مش فاهمين، هم مش عارفين. ده حتى أقرب الناس للمسيح في حاجات لما كان يقولها، عشان كده في جزء كده يقول لك سابوه ومشوا، مش فاهمين هو بيقول إيه، إزاي هناكل جسدك؟ وسابوه وبعد كده سألوه: أنتوا هتاكلوا جسدي وهتشربوا؟ ماشي. فأصبح في تساؤلات
حتى في وجود الشخص الرب يسوع في هو لسه على الأرض وأثناء خدمته. في إنجيل متى الإصحاح 16 بيقول: ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ برضه هو عارف إن في كلام عليه الناس كلها، مين ده؟ أثناء المحاكمة في مرقس 14 بيقول: أما هو فكان ساكتا لم يجب بشيء، فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له: أأنت المسيح ابن المبارك؟ فكرة أأنت المسيح ابن المبارك، هم في اليهود احنا عارفين ما كانوش يقدروا يقولوا كلمة، يعني كانوا بيدوا ألقاب لربنا يعني، فهم عندهم الفكرة ان في حد جاي في تجسد، فقال له: انت هو انت ابن المبارك؟ برضو شخصية ايه عمالين يتسألوا عن شخص الرب يسوع. بعد زمن المسيح والصلب والقيامة برضو ظل شخص الرب يسوع محور العالم كله. لما كان اليهود متحيرون وبيتسألوا عن ماهية شخص الرب، أصبح كثير من الشخصيات تفكر برضو ماهية هذه الشخصية. في قادتنا وأبائنا برضو كانوا بيتساءلوا ويتباحثوا، ولكن منقادين بالروح، الروح القدس هو الذي يقودهم، دي مهمة قوي. ويفكر في ضوء الكتاب المقدس، احنا عندنا الكتاب المقدس، عندنا كتابات الآباء ما بنخرجش عنهم، اول حاجة يبقى هو الكتاب المقدس، وده كان ده الدستور بتاعنا. خرج لينا من الآباء زي القديس أثناسيوس، القديس كيرلس، القديس ديديموس، القديس ساويروس الأنطاكي، كل ده إيه؟ بس هم فكروا في الشخص، ولكن منقادين بالروح القدس والكتاب المقدس، وخرجوا لنا إيه؟ الكتابات بتاعتهم، ويشرحوا لنا ما هو شخص الرب يسوع. قبل القرن الرابع وقبل ظهور الهرطقات ما كانش في نص مكتوب، نص ليتورجي مكتوب في القداس، كان ابونا يصلي والشعب يقول امين وابتدوا ايه، ده كانت الصلاه بسيطه خالص، وكان ايه متروكه لايه للقائد الصلاه، سواء الاب الكاهن او الاب الاسقف. بعد كده ما بدات تظهر الهرطقات وافكار غريبه تدخل، يعني خافوا احسن ممكن ابونا يقول لفظ معين، اللفظ ده الشعب يقول امين وبدأ يبقى تعليم، ولما يبقى تعليم الناس هتحفظه، فبدأت النصوص الليتورجية تدون، بدأت النصوص الليتورجية تدون. ده الفريق اللي خد التفكير في شخص الرب يسوع، منقاد بالروح القدس، الكتاب المقدس هو الدستور بتاعه، خرجوا لنا بالكتابات العظيمة لكنيسة الاسكندرية. على النقيض فريق تاني بدأ يشغل دماغه بس، ودي خطورة الموضوع، الخطورة ان احنا لما نخضع الامور اللاهوتية الى العقل، دي خطورة الموضوع. احيانا كمان بنخضع كل حاجة حسب فكرنا الخاص، يعني ايه؟ يعني حتى في علم النفس كده ساعات يربطوا الأب الجسدي بالأب بربنا، ساعات أنا بدي تعليم حسب نفسيتي، لو أنا قاسي بقول له طب اوعى أحسن هيحصل لك، لو ما عملتش هيحصل لك، فبحسب نفسيتي أنا وبحسب فكري وتعليمي ببتدي أصيغ تعليم لولادنا في البيت أو في مدارس الأحد بحسب أنا، مش بحسب إيه الكتاب المقدس، مش بحسب الروح، ودي مهمة قوي. ماشي، برضو في تأثيرات خارجية بتأثر في الثقافة بتاعتنا، فبتبقى واضحة على اللغة بتاعتنا، بتبقى واضحة على اللغة بتاعتنا. وفي كل ده، كل الأمور اللاهوتية لما بنخضعها للعقل وبنحاول ندخل كل حاجة هنا، بننسى ما حدث
في التجسد أنه سر، أنه سر، زي ما في تيموساوس الأولى بيقول الإصحاح الثالث: وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. وفي جملة كده نحفظها بقى كلنا كده، دي الجملة دي جميلة خالص: يجب ألا نتحدث عما صمت عنه الإعلان. طبعا هنا بنقصد الإعلان اللي هو الإعلان الإلهي. يجب ألا نتحدث عما صمت عنه الإعلان. يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا آيات في الكتاب المقدس بتشرح أمر معين، أمر عقيدي. هو بيتكلم في أمر عقيدي. واضح. أبائنا بدأوا يشرحوا لنا ويصيغوا هذه الأمور ويشرحوها لنا ببساطة. ولكن مش كل الأمور اتشرحت. ليه؟ لأنه سر. فالإعلان صمت عن هذا الأمر. الإعلان الإلهي في حاجات هو ما اتكلمش عنها. يعني إزاي عذراء تحبل؟ هتهالي كده بالعقل؟ هتهالي بالدراسة؟ هتهالي بالطب؟ إزاي؟ ما شرحش. السر. يبقى صمت الإعلان الإلهي عن هذا الأمر. فبالتالي ما ينفعش إن إحنا نقعد نحكي كتير في الموضوع ده. ليه؟ لأن هنقع في مشاكل. يبقى ده سر اللي الكتاب المقدس كتبه، والآيات اللي اتكتبت والأباء بتوعنا شرحوها، ده اللي اتكلم عنه الإعلان. غير كده في حاجات الإعلان الإلهي ما اتكلمش عنها، فبالتالي إحنا ما نحكيش فيها. الناس بقى اللي هم اللي فكروا بطريقة سلبية وحبوا بقى يفكروا إزاي ده بيحصل، وقعوا في هرطقات. هنمر على الهرطقات اللي هي خاصة بالرب يسوع بس. أول واحد أريوس قال إن الابن أقل من الآب. برضو ده ناتج عن الثقافات اللي كانت موجودة قبل كده، إن إزاي الله المنزه يخلق المادة، فبالتالي أوجد وسيط لخلق هذه المادة فخلق الابن. فإذا الابن هو أقل من الآب في الجوهر. بسبب الهرطقة دي عقد مجمع نيقيا سنة 325 ميلادية، ورد القديس أثناسيوس عليه وضحض هذه الفكرة، بدأ في صياغة قانون الإيمان. طب قانون الإيمان كان موجود قبل كده؟ أيوة، كان في قانون للإيمان، ولكن بسيط، في صورة بسيطة. لما بدأت فيها هرطقات بدأ يبقى في إعادة للصياغة بأمور لاهوتية تفهم الناس أكتر من هو الله الظاهر في الجسد. يجي بعد كده واحد تاني اسمه أبوليناريوس، ده كان ينادي بلاهوت المسيح، ولكن لا يؤمن بكمال ناسوته، إذ يرى أن ناسوت المسيح لم يكن محتاجا إلى روح. الناسوت مش محتاج للروح، لأن اللوغوس كان يقوم في منح الحياة. اللوغوس اللي هو إيه؟ الكلمة، الابن. ولما كان هذا يعني أن ناسوت المسيح كان ناقص، إحنا بنقول إيه؟ هو إنسان كامل وإيه؟ إله كامل. عقد مجمع القسطنطينية وحكم سنة 381 وحرم أبوليناريوس والهرطقة بتاعته. نيجي لواحد تاني لنستور. نستور كان بطرق القسطنطينية، عشان كده ودي بقى حاجة تعلمنا إحنا سواء بقى الخدام أو لو راهب أو أي حد مهما كان، كلنا معرضين إن إحنا نغلط. فلازم، وحاجة مهمة، يكون لنا مرجعية. يعني أنا مثلا ليا مرجعية، برجع للأستاذ بتاعي، برجع لكتابات الآباء الموثوق فيها. نرجع لنا مرجعية، إحنا ما بنقولش حاجة من عن إيه. عشان كده نقول إيه؟ الكلام اللي بنقوله مش جديد، أنتوا عارفين. فمهمة قوي يبقى ليا مرجعية في كل حاجة، سواء في حاجة روحية ليا مرجعية، في حاجة عقائدية ليا مرجعية، في حاجة كتابية بنرجع لآباء. فنستور ده كان بطريرك القسطنطينية، ورفض تسمية العذراء بوالدة الإله، وقال إن هي ولدت إنسان، والإنسان ده حل فيه اللاهوت. عشان كده إحنا هنقول، ده هو بيقول بقى، هنقول إن العذراء أم يسوع، أم يسوع أو أم الإنسان. ويعتبر طبعا بهذا الفكر أنه أنكر لاهوت المسيح،
وحتى قولوا ان اللاهوت حل فيه لم يكن بعد الاتحاد الاقنومي، يعني في زمن زي ما كده في زمن صفر حدث اتحاد بين اللاهوت والناسوت، في زمن صفر يعني ما فيش لحظة كان الناسوت بدون لاهوت. وقال ان الحلول هو كان بالمصاحبة. يعني ايه بالمصاحبة؟ يعني ماشيين جنب بعض. يعني مثلا ايه، يعني النهارده مثلا واحنا داخلين بالعربيه، انا كنت راكب جنب الاستاذ شريف، اول ما شافوني راح فتحوا الباب. لما يجي يدخل لوحده المصاحبه، ماشيين مع بعض خلاص، طب سيبته بقى لوحده. اللاهوت بالمصاحبه، شويه احنا متانججين فبقى انت كده بتعمل الايات والمعجزات، ولا انا هسيبك انت بتجوع وبتعطش. اللاهوت بايه؟ بالمصاحبه. فقال ان العذراء لا يمكن ان تلد الاله، فالمخلوق ماشي لا يلد الخالق، المخلوق اللي هو العذراء لا يلد الخالق، وما يولد من الجسد ليس سوى الجسد. وان الطبيعي كده بالكلام بتاعه ان طبيعه المسيح البشريه، علاقه طبيعه المسيح البشريه بالطبيعه الالهيه بدات بعد الولاده، يعني بعد الولاده اصبح في ايه؟ اتحاد بالمصاحبة. وقال بصراحة كده، يعني بصريح العبارة، يعني زي ما بيقولوا أنا أفصل بين الطبيعتين، هي الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية. ولكن الحلول كان حلولا أقنوميا، كان حلولا أقنوميا، وتمت إدانته في مجمع أفسس سنة 431 ميلادية، ورد عليه القديس كيرلس الكبير مستخدم لقب ثيوتوكوس، وقال لنا العبارة الجميلة قوي اللي هي بيقول ايه، طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة. طبيعة، ده تعبير القديس كيرلس، طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة. بعد كنا مره بنعمل شغل كده في كان في مؤتمر، فجبت مخطوط من الدير كنت بشتغل عليه، فكتب المجمع، فعندي الجزئيه الربع بتاعه بالاكثر القديسه من المجد العذراء كل حين والد، راح كتب ايه جنبي كده في الهامش، وضع هذا الربع، ده اللي هو اللي بيكتب بقى في المخطوط، يعني وضع هذا الربع بعد هرطقة نسطور. فهنا يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان كل حاجة بتحصل بتأثر على النص، نبتدي نضيف مثلا ايه، لانها ولدنا الله الكلمة، نروح ضايفين بالحقيقة. طب ليه ده اضفنا بالحقيقة؟ عشان الناس اللي قالت ان الجسد ده خيالي، فاحنا اضفنا كلمه ايه، او الاباء يعني اضافوا كلمه بالحقيقه. كل حاجه ليها معنى وليها تاريخ. نيجي بعد كده للهرطقه، بعد كده ايه هرطقه اطاخي. واطاخي ده كان راجل، يعني هو راهب وناسك ورئيس دير، يعني انت مالك انت بالكلام ده؟ يعني خلي يعني ايه برضو، دي في حاجات بيبقى يعني افرض مثلا في خادم هو لو مثلا في خدمه الحالات الفرديه، يبقى دي بتاعته، يعني دي برضو يعلمنا ان احنا دي بتاعه ده، هو هيعرف يجيبه. انت ليك مثلا في الافتقاد، ما دي بتاعتك، فما ينفعش تروح لبتاعت واحد له في التعليم، ما ينفعش اللي هو بتاع الحالات الفرديه والخدمه، واحد له في اخوه الرب، هو يخليك في اخوه الرب، انت حلو في اخوه الرب. مش لازم نبقى كلنا معلمين للكتاب، ومش لازم كلنا نبقى معلمين لاهوت، ولا كلنا بتوع ألحان، لكن يبقى عندي القدر ان انا ابقى فاهم عقيدتي، لكن ممكن ما اعرفش اعلم، ممكن ما اعرفش اوعظ. ماشي، فدي برضه هو دخل نفسه يعني اطاخي في الجزئيه دي، وبدا يدافع عن لاهوت الابن. يعني هو بدا بدايه طيبه اهو، ومن شدة اهتمامه بوحدة الطبيعتين اللي هي الطبيعة اللاهوتية والطبيعة الإنسانية في المسيح، قال إن الطبيعة الإنسانية تلاشت في الطبيعة الإلهية.
وزيها كأنها نقطة خل في المحيط. وبكده هو بدأ إيه؟ ينكر ناسوت المسيح. القديس البابا ديوسكوروس حرمه، ولكن كان هو شوية يعني، حتى لما نقرأ في الكتب ما كان يجاوب، هو مش ضليع قوي يعني. فهو تظاهر ان هو رجع عن الايمان، عن الهرطقة بتاعته، ورجع للايمان المسلم من القديسين. فالقديس البابا ديوسكوروس راح عمل ايه؟ حله من الحرم بتاعه. بعد كده رجع تاني للفكر بتاعه والهرطقة بتاعته وفساد العقيدة. فطبعا بعد كده في مجمع خلقيدونية، وده كان سنة 451 ميلادية، حرمته، وأيضا حرمته الكنيسة القبطية. بدأت الكنيسة بقى تتصدى لتلك الهرطقات من خلال كتابات الآباء وإرسال رسائل عقائدية. من أشهر تلك الرسائل عندنا في رسائل اسمها رسائل السينوديقة. سينوديقة اللي هي جاية من الكلمة اليونانية التي تعني مجمع، اللي هي رسائل المجمعية. فكان يجي بطريرك اسكندرية مثلا هيترسم، يجيب له بطريرك أنطاكي، يبعت له رسالة مجمعية يقول له الإيمان فيها إيه. يجي بطريرك أنطاكي هيترسم، يبعت له بطرك اسكندرية رسالة مجمعية يقول له فيها الإيمان. زي ما قلنا بدأ في العصر ده عصر تدوين النصوص، وتطورت النصوص من النص البسيط لاهوتيا إلى نص أكثر تعقيدا كي تتصدى للهرطقات وتعلن إيمانها المستقيم. في دراسة اللي يؤكد الكلام اللي بنقوله، الدراسة دي عملها أستاذنا الدكتور رشدي في القداس الباسيلي القبطي، وهو عملها في اليونان، يعني الدراسة دي في اليونان. لما عمل الدراسة اليونانيين قالوا ان القداس بتاعنا هو الأقدم، وكنيسة اسكندرية اختصرته. واحنا بنقول ان القداس الباسيلي السكندري او القبطي هو قداس هو الأقدم وتطور وأصبح إيه؟ قداس الباسيلي البيزنطي. طبعا بعد الدراسة أثبتنا فعلا أن القداس الباسيلي القبطي هو الأقدم. ليه؟ لأنه أبسط لاهوتيا. بالإضافة أن القديس باسيليوس أضاف بعد بعض التعبيرات في القداس البيزنطي من كتابات القديس أثناسيوس علشان يثبت أنه ليس أريوسيا، لأنه اتهم بالأريوسية. فبدأ القديس باسيليوس الكبير في تطور النص يضيف بعض عبارات قالها القديس أثناسيوس الرسولي عشان يثبت أنه إيمانه مستقيم. فالكنيسة الأولى كانت لتورجياتها بسيطة وليست معقدة، ولم تكن الكنيسة في حاجة إلى التعبير عن إيمانها بواسطة دساتير الإيمان، ولكن الذي دفعهم إلى ذلك ظهور الهرطقات. عندنا القديس هيلاريون أو هيلاري أسقف بواتييه، وده بيقول عليه أثناسيوس الغرب، قال تعبير لطيف خالص، بيقول إن شر الهراطقة والمجدفين يدفعنا إلى القول بالمحرمات. خلي بالنا، كأن نتسلق القمم التي لا تطال ونتكلم في أمور لا ينطق بها ونلجأ إلى تفاسير ممنوعة. كان علينا الاكتفاء بأن نتمم بالإيمان وحده ما أمرنا به السيد، أن نسجد للآب ونكرم الإبن معه، وأن نمتلئ من الروح القدس. ويا للأسف، وبيتأسف بقى الحال اللي احنا فيه، ويا للأسف فنحن الآن مضطرون إلى وصف الأسرار الفائقة الوصف. خطيئة الآخرين اللي هم الهراطقة تسقطنا نحن في هذه الخطيئة، أن نعرض الأسرار إلى متناقضات. قصور لغة البشر، مهما نحن اتكلمنا اللغة قاصرة أيا كانت اللغة،
اللغة قاصرة مش هنعرف نوصف الحقيقة، بينما هي وجدت لنخدمها في سكون قلوبنا. ده مين اللي قال الكلام ده؟ القديس هيلاري اسقف بواتييه. يعني الشر بتاع الهرطقة خلانا نعمل حاجة، عارف لما الكتاب قال كده يدنسون السبت وهم أبرياء، مش الكتاب قال كده؟ هيعمل الوصية يوم السبت ولا مش هيعملها؟ لو دلوقتي جه يوم السبت والولد الذكر المفروض يتختن مثلا، هيتختن يوم السبت ولا مش هيتختن؟ ما كده هيكسر وصية وكده هيكسر وصية. فهو الهرطقة بدأ يتكلم في حاجات، طب هنسكت؟ لا، ما احنا لازم نتكلم. فاحنا بنتكلم بناخد حاجة كمان، نتسلق إلى قمم الجبال. وبيقول اللغة قاصرة إن هي تتكلم في الأمور اللاهوتية. النصوص الليتورجية كده، القول بتاع القديس هيلاريون خلص. النصوص الليتورجية اللي منها بقى نص الصلاة الإفخارستية بتعكس عقيدة الكنيسة وتعليمها، فتصبح بحق كما يقول القديس إيريناوس عقيدتنا مطابقة للإفخارستية، والإفخارستية مثبتة لعقيدتنا أو مثبتة لعقيدتنا. اعتراف الكاهن كجزء من الليتورجية الإفخارستية تتضمن كل التعاليم الخريستولوجية، واحنا قلنا الخريستولوجية اللي هي خاصة بشخص الرب يسوع، وبشكل قاطع وواضح. ففي القداسات السابقة على مجمع خلقدونيا سنة 451 ميلادية وجدنا نفس الاعتراف يأخذ الصيغة الثالوثية. الصيغة الثالوثية ده اللي هو الاعتراف البسيط بقى، ده الاعتراف البسيط. بيقول ايه الاعتراف البسيط؟ نؤمن بالآب والابن والروح القدس العامل في الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية. خلصنا. شوف بقى ابونا دلوقتي بيقعد يقول قد ايه، ولكن بيشرح العقيدة من خلال النصوص الليتورجية. بعد مجمع خلق الدنيا بدأ الاعتراف الأخير في القداس بيأخذ الصيغة الخريستولوجية، وهي الصورة الحالية. هنقولها بسرعة برضو. النص أبونا بيقول أمين أمين أمين، أؤمن 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 واعترف إلى النفس الأخير أن هذا الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، وجعلها واحدة مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. ناخد لغات هنا، طبعا مش ناخد كله لأن هو انتهي للوقت، كان فاضل 10 دقايق كده صح؟ طب هناخد تعبير واحد بس اللي هو الجسد المحيي. احنا بنقول الصلاة في الصلاة بتاعتنا بنقول الجسد المحيي، ده تعبير في منتهى الروعة، وده بيعني ان الصلوات لا تؤكد فقط قيامة الرب والمخلص، بل تعني انه هو ذاته الرب يسوع الذي يهب الحياة لكل من يتناوله. سيد المسيح هنا بقى ايه، بنشوف بقى، تشوف تعاليم الكتاب بتقول ايه في التعبير ده، وبنشوف الاباء قالوا ايه والتاريخ قال ايه. سيد المسيح نفسه بيقول لانه كما ان الاب له حياة في ذاته كذلك اعطى الابن ايضا ان تكون له حياة في ذاته. يعني بنربط ما بين الجزء الكتابي، الجزء العقيدي والتاريخ. كما يؤكد ذلك صلاة قبل التناول، بيقول يا رئيس الحياة وملك الدهور كلمة الله الآب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح الخبز الحقيقي الذي نزل من السماء واهب الحياة لمن يتناوله. برضو في صلاة بعد التناول بنقول أبونا بيقول فمنا امتلأ فرحا لسانات تهليلا من جهة تناوله من أسرارك الإلهية غير المائدة. تعبير يحيي في إنجيل معلمنا القديس يوحنا بيقول لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الإبن أيضا يحيي من يشاء. في رسالة روميا بيقول كما هو مكتوب إني قد جعلتك أبا لأمم كثيرة أمام الله الذي آمن به الذي يحيي الموتى ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة. في كورنثوس الأولى بيقول لنا كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع. يبقى كده إيه؟ كلمة إيه؟ الجسد المحيي. في رسالة تيموثاوس الأولى بيقول أوصيك أمام الله الذي يحيي الكل والمسيح يسوع الذي شهد لدى بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسن. في يوحنا
ستة، استخدم برضو تعبير بمعنى يحيا أو حياة أو يعيش اللي هي زو باليوناني، بمعنى إيه؟ يحيا أو حياة ويعيش. بيقول كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيا بي. برضو في يوحنا 14 بيقول بعد قليل لا يراني العالم أيضا، وأما أنتم فترونني إني أنا حي فأنتم ستحيون. دي في يوحنا 14. في يوحنا 6، ودي الإصحاح ده في منتهى الروعة وبنرد بيه على أي واحد يتكلم على إن ده جسد حقيقي ولا مجرد إن إحنا بإيه بنحتفل كده وخلاص. بيقول أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. في عندنا آيات كتير، في عندنا برضو استخدم تعبير زوئي بمعنى حياة. هو قال أنا هو خبز الحياة، من يأكل جسدي ويشرب دمي فلا حياة بأيضا أنا أقيمه في اليوم الأخير. نيجي بقى على الجزء التاريخي في موضوع ادخال كلمة المحي في الليتورجية. في الكنيسة عندنا في عهد البابا يوحنا الخامس، ده البطرق رقم 72، وده كان في القرن الاثناشر من 1138 ل 1157، تكثر من الاحتفالات الدينية. كان في دير في منطقة سمنود أضاف على الاعتراف لفظة المحي. الآباء في دير سمنود الرهبان أضافوا كلمة المحيي بعد كلمة أن هذا الجسد. اعترض على الزيادة دي الأنبا مكاريوس الأسقف وأمرهم بتركها، وكتبوا كده في التاريخ. ولما أبوا يعني رفضوا، رفعوا الأمر إلى البابا يوحنا، فعقد مجمعا من سائر أساقفة مصر وطرح المسألة أمامهم، وبعد البحث أقر المجمع هذه الزيادة، وأصدر البطريرك منشورا لجميع الكنائس بقبولها. يعني البطرك كتب إيه الكلمة دي هنقولها. لكن رهبان دير القديس أنبا مقار احتجوا على المجمع وطعنوا في حكمه وأثاروا غبارا عظيما، وبلغ بهم الغيظ رفع دعواهم أمام الوالي. الوالي كان في الوقت ده اللي هو الحافظ لدين الله. فلما مثل الفريقان أمامه على سر الخلاف سخر بهما. ما هو بالنسبة له هو إيه جايين عشان كلمة؟ سخر بهما وطردهما، غير أن الرهبان لبثوا يقاومون البطريرك طالبين حذف الزيادة، ولكن خضعوا أخيرا. الكلمة دي وردت في مخطوط الفاتيكان رقم 17 طقس، مما يعني سرعة زيوع انتشارها في الكنائس. طيب الآباء دي جابت الكلام ده منين؟ ما مش كل واحد معلش عايز يزود حاجة هيزود، ما دي عجبتني هزودها والحتة دي عجبتني هقولها، لا كل حاجة ليها أصل. طب في حد كتب الكتابات دي؟ حد قال اللفظ ده؟ ايوه، مين؟ القديس كيرلس الكبير. يبقى احنا خدنا هنا الجزء الكتابي، خدنا الجزء التاريخي، الجزء العقيدي. بالرغم من ان كلمه المحي دخلت على الليتورجيه في القرن الاثناشر، الا ان القديس كيرلس استخدم ذلك التعبير منذ القرن الرابع بسبب ما يسمى بتبادل الخصائص. يعترف الأب الكاهن أن هذا هو الجسد المحيي أي معطي الحياة، وذلك بسبب أن هذا الجسد المخلوق في جزئية بس يعني ربنا يسهل ما نلخبطش الدنيا. يعني جسد المسيح، الجسد بتاع المسيح اللي ده في الزمن، مدام هو في الزمن الجسد يبقى إيه؟ مخلوق. في أحيانا خلط بيحصل ما بين أن احنا بنتكلم في قانون الإيمان عن أقنوم الإبن اللوغوس وعن الجسد. الجسد وجد في الزمن فتكون من العذراء، يبقى إذن مدام وجد في الزمن الجسد يبقى مخلوق. ده الكلام ده مش كلامي، ده القديس أثناسيوس الرسولي اللي قاله. القديس أثناسيوس الرسولي هو اللي قال الكلام ده، ماشي؟ ولكن بسبب الاتحاد الأقنومي اللي حدث بين اللاهوت والناسوت، وقلنا في زمن صفر، يعني مش في فترة كان الجسد بدون اللي تكون ده بدون
ايه اللاهوتي اصبح هو معطي الحياه، هو معطي الحياه. حاجه كده عشان انا اتحطيت في الموقف ده، بس هو ربنا سترها معايا يعني. ف ده ما احنا بنتكلم على اقنوم الابن اللوغوس، ما ده اللي بقوله دلوقتي. احنا في قانون الايمان، لان هو اريوس قال ايه؟ ان الابن اللي هو الابن اقل من الاب، ده بالنسبه لايه؟ للاقنوم. لكن احنا بنقول ان هو مولود وولاده مستمر، لكن انا بتكلم على الجسد، الجسد اللي في الزمن. فهنا ما هنا بص، ما هو اريوس بص، طب لا تكلميني انا، كلميش حد. ما احنا بنقول السر. فيبقى كده ما اتخلقش. لا، يبقى كده ما اتخلقش. هو اتكون منين؟ يتكون منين الجنين؟ ومنين؟ منين؟ الروح القدس. ومنين؟ طب خليكي معايا بس، خليكي معايا. طب ما يعني ما الاباء موجودين، فاول ما هنقع في حاجه هلاقي الاباء سندني يعني، عشان احنا بنتكلم في بصي الجسد ده خده منين ومنين. حلو خالص. الجسد ده وجد في الزمن ولا مش في الزمن؟ في الزمن. لا طب خليكي معايا بس، الجسد ده في الزمن ولا مش في الزمن؟ بس كده. حلو خالص. اي حاجه وجدت في الزمن يبقى اتكونت صح؟ كانت هي موجود، المسيح كان موجود قبل كده كجسد؟ ما كانش موجود، وجد. ماشي. طب بصي ممكن يعني تقري رساله القديس اثناسيوس الى الاريوسيين، اقريها. وقال الكلام ده في تجسد الكلمه. ماشي. ما في حاجات احنا نفهمها مع الوقت، ولكن احنا بنتكلم على الجسد. ما دام وجد في الزمن يعني هو ما كانش موجود قبل كده. ماشي. في حته جزئيه اللي بقول لكم انا اتحطيت فيها دي، كنت قاعد مع حد معين كده، وكان طفل عنده تقريبا 7 سنين، تقريبا كده 8 سنين حاجه كده. فراحت مامته ما قالتليش قبلها، هي رزعتني السؤال على طول كده، قالت له فلان عنده سؤال. طبعا قلت هيسال في ايه؟ يسال في حاجه اللي احنا عارفينها دي يعني، ليه بنمسك الشريه؟ ليه ابونا بيلف الشريه؟ ليه حاجات البسيطه دي. فلقيته قال لي مش احنا بنقول ان، طبعا ده طفل صغير، مش احنا بنقول ان بابا يسوع من زمان؟ قلت اهلا. ايوه صح. قال لي طب ازاي بقى هو من زمان واتولد؟ انا طبعا ما كنتش محضر للسؤال ده اصلا يعني، وانا قاعد معاه كده جات لي فكره. قلت له انت خدت كام ليفل في الانجليزي؟ قال لي انا وصلت لـ7. قلت له تقدر تكتب لي دلوقتي كلمه من اول ليفل 1؟ قال لي قلت له طب اكتبها لي كده. راح كاتبها. قلت له انت كتبتها امتى؟ قال لي دلوقتي. قلت له طب هي كان موجوده في دماغك امتى؟ قال لي من زمان. قلت له هو بابا يسوع كده. تاني نقولها تاني ولا خلاص كده؟ ماشي. فدي دي في دي جزئيه ساعات بيسالنا اطفال، بس انا فعلا انا يعني انا ما كنتش يعني، هو لو كان حد قال لي السؤال وفكرت ما كنتش اقول كده، لان هو جالي في ساعتها. ففي حاجات بتبقى فوق الادراك بتاعنا، احنا مش هنعرف. مهما بصي مهما وصلنا ان في الشرح مش هنعرف. ماشي. نرجع للجسد. ما مش هو متاخد من الجسد؟ ايوه. مش ما كانش موجود. ايوه. ما هو في حاجات احنا ممكن ما نقدرش نقولها، ما نقدرش. كتابات الاباء قالوا كده.
طب انا ممكن اتواصل مع الاستاذ. لا 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 لا، ما احنا عشان كده بنقول ايه، ما احنا مش بنقف، احنا مش بنقف عند الكلمه دي، احنا مش بنقف عند الكلمه دي، بنقول ايه، حدث اتحاد اقنومي في ملء الزمن، حدث اتحاد اقنومي. لو هو بالمنطق ده، طب ممكن اي حد، طب يوصف لنا، ثواني، طب ثواني، زهر ما واحده واحده، ثواني، اصل كلمه زهر دي، زهر دي هتبعدنا برضو عن قصه التجسد. اما ازاي اقول ان هو كان انسان كامل؟ مش عشان يفديني لازم ياخد كل، بس ثواني، عشان يفديني لازم ياخد كل الخصائص بتاعتي. لكن زهر ده، طب هو لما هو زهر، طب ازاي تدرج من الطفوله لمرحله كذا، لمرحله الشباب، لي ازاي تدرج فيها؟ طب ما كان ظهر فجأة كده، لقينا واحد في التاريخ اسمه المسيح. اشمعنى ظهر بكل المراحل دي؟ لأن المراحل دي مراحل حقيقية تمت. يعني ما أصل هي يعني هو ربنا ما كانش بيمثل علينا إن هو، لا، ده مر بكل المراحل ومر بكل اللي إحنا اشتغل وتعب وجاع وكل المراحل الإنسانية بتاعتنا. أحياناً إحنا تعبير ما نقدرش نقوله. تعبير إحنا ما نقدرش، ولكن في كتابات الآباء قالوه. يعني في كتابات الآباء هم قالوه. والجزئية اللي أنا بقولها لحضرتك دي بتاعة الجسد المخلوق دي موجودة، الريفرنس بتاعها رسائل القديس كيرلس إلى نسطور ويوحنا الأنطاكي، الرسالة الرابعة، الرسائل العقائدية، وترجمة دكتور موريس توادروس ودكتور نصحي عبد الشهيد. الناشر مؤسسة القديس أنطونيوس، المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية في القاهرة، الطبعة الثالثة. ده الريفرنس بتاع الكلام اللي أنا بقوله، عشان إيه؟ أنا ما بجيبش حاجة من عندياتي يعني. تاني، ده في رسائل القديس كيرلس إلى نسطور ويوحنا الأنطاكي اللي أنا بقوله ده. الرسالة الرابعة، الرسالة العقائدية، اللي مترجم الكلام ده دكتور موريس توادروس، الله يريح نفسه، دكتور نصحي عبد الشهيد، الناشر مؤسسة القديس أنطونيوس في مركز الدراسات الآبائية. يدافع القديس كيرلس عن تعليم بأنه ما يستطيع وحده أن يحيي الإنسان المائت ويهب عدم الفساد، هو فقط الطبيعة البشرية المتحدة باللاهوت اتحادا أقنوميا. ده القديس كيرلس بيتكلم، بيكمل الكلام اهو، اتحادا أقنوميا أو بحسب الأقنوم، فإن اتحاد الطبيعتين في المسيح الذي بفضله يمكن أن يصير جسد المسيح معطيا الحياة. هو جسد المسيح معطي الحياة ليه؟ عشان الاتحاد الأقنومي اللي حدث. الجسد المسيح ليه معطي الحياة؟ لأن فيه اتحاد أقنومي يوفر الأساس لتسمية جسد المسيح في الإفخارستية بأنه معطي الحياة أو محي. عشان احنا كده انا عديت 5 دقائق. قديس كيرلس هو اللاهوت السكندري الذي يتميز بانه يستعمل مفهوم الحياه ذوئين بالتحديد على انها الحياه الالهيه، الحياه الفائقه للطبيعه. وفعل اعطاء الحياه او احياء يستعمل كثيرا جدا فيما يتصل بالتجسد والافخارستيه. المسيح هو معطي الحياه على مستوى فوق الطبيعي، فمن خلال الافخارستيه يمنح الخلود او عدم الفساد للانسان المائت. موضوع المحي ده، او لفظ كلمة المحي، فاضل كلام كتير، ولكن القديس كيرلس استخدمه في القرن الرابع، دخل لتركيا في القرن الاثناشر. في المفروض في بعد كده كنا نتكلم عن الثيوتوكس وتعبير الثيوتوكس، وبعد كده بغير اختلاط وامتزاج ولا تغيير، ولكن طبعا لضيق الوقت فنكتفي بهذا. شكرا. حللني يا أبي. بنشكر قدس أبونا سيدروس المحرقي. لا لا، احنا بس لازم نقول جملة مهمة. حللني يا أبي. كل جسد مخلوق هو مولود،